السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم فيديو جديد وفكرة جديدة إن شاء الله. أولا كنطلب من الأخوات وكل اللي كيشوفني يصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل عليه وسلم وتسليما. عفوا، اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الفكرة ديال واحد الطابلية الكوزينة اللي بها غادي نبقاو نقضيو شغالاتنا، واللي من طبيعة الحال راه كي كل امرأة الا راه عندها دور مهم ومهم جدا في المطبخ ديالها، الا ما وقفتيش المطبخ ما كانش اللي يوقف لك. باش غنقول لك هذه الفكرة، وهو باش نخيطوا واحد الطابلية ديال الكوزينة. الطابلية كما كتعرفوا هادو اللي كيتباعوا في الاسواق سواء بلاستيك او توب، اللي غير كيتقطعوا وكيكونوا هما ستوندار كيلبسهم كلشي. الفكره اللي جاتني هذا النهار ان شاء الله اللي بغيت نبارطاجيها معكم ونشاركها معكم ان شاء الله تستفدوا منها، وهو اننا غادي نخيطوا واحد الطابليه من واحد التوب ديال لامبيرمياب. يكون عندك شي توب اللي ما كيدخلش الماء، ماشي بلاستيك ولكن امبيرمياب بحال هكايا. راه كلشي الاخوات كيعرفوا التوب لامبيرمياب، يعني اللي بحال المضوض بحال البارابلوي. كتاخدي الميتراج اللي يكفيك، كتاخدي شي بالنسبه هذه حتى اللي ما كيخيطوش حتى اللي ما كيعرفوش يفصلوا ولا يخيطوا. كتاخدي واحد التويب، واحد عفوا طابليه عندك قديمه، وكتحطي عليها بكل سهوله، وكديري القياس اللي بغيتي، طويله قصيره. المهم الجديد في هذه الفواطه وهي انها كتصبريها وترديها وكتخيطيها بالذوق ديالك، وغادي نزيدك فيهم واحد الاضافات. هانتوما معنا، بعد ما نفصلو غادي نقول لكم واحد جوج ديال الحويجات مهمين وضروريين في هاد الفواطه. علاش؟ علاش باش نلبسو القفيطنات ديالنا في هاد الشهر المبارك ومن غير هاد الشهر؟ لحقاش المراه اون فوا كتدخل المطبخ كتبغي تدخل دائما اما بسيرفات اما بشي حاجه خفيفه باش كتقضي صوالحها. الوغ هاد الطابليي او الفواطه او الدرازه او كما كيقولوا لها جميع الاخوات، كل وحده على حسب المنطقه ديالها، هذه غادي تساعدنا باش نلبسوا القفيطنات ديالنا ونقضيو شغلتنا في الكوزينه. هاد الطابليي ان شاء الله غادي نديروا فيها واحد الحاجه زايده. شنو هي غادي نديرو؟ باش غادي نعلقو واحد لو تورشون، غتكون عندنا واحد البليصه ديال لو تورشون في هاد الطابليي، وغادي يكون عندنا واحد جويب ماشي كيف العاده كيكون دائما في الامام، وانما غادي نديرو في الجنب باش نبقاو نحطو فيه البورطابل ديالنا. حنا كنقضيو صوالحنا وكنقضيو شغالاتنا، البورطابل حدانا الا احتاجينا. سي جامي احتاجينا، راه دابا ولا بورطابل يعني محمول ولا ضروري عندنا في الحياه، كيكون محمي عندك وهزاه صنع عليك شي حد كتلقاه، وكيكون عندنا المكان ديال داك التورشون اللي كان جعلنا نتفاداو بزاف بزاف ديك الروينه ديال الكوزينه. كل مره تهز التورشون كاين الاكسارين اللي كيمسحوا، كتقضي كيكونوا يديها فاسقين بقات مسح جنابها. هذا غادي نديروا واحد الفكره ماشي جديده وانما عمليه، كنتمنى ان شاء الله تطبقوها، وهانتوما معنا ان شاء الله في بقيه الفيديو. البنات اللي نسيت ما قلت لكم، هو اننا كنحتاجوا لواحد الطريف ديال الفوطه، فوطه او تورشون على حسب داكشي اللي عندك انت في المطبخ وعلى حسب داكشي اللي متوفر في البيت ديالك. انا غادي نستعمل هاد الفوطه، هاد الفوطه غادي نديرها بحال تورشون، غادي نبقى نمسح فيها يديا شاك فوا نبغي نقضي شي حاجه نشف يديا فيها، وهي اون ميم طون في نفس الوقت لاصقه في الطابليي. انا غندير طابليه كبيره كما كتشوفوا، غادي ندير الطابليه من الفوق حتى لتحت، كيعجبوني انا دوك الطابليات الكبار كتلويهم عليك وكتقضي صوالحك كتقضي شغالاتك في الاخر كتحيديها. كيعجبوني الطابليات الكبار طوال يعني، وكتدور عليك على نص كامله. انا خديت هاد التوب كما شفتوا. بالنسبه للبنات اللي ساكنين في الرباط وفي سلا، راه الاثواب في سلا او حتى في الرباط راهم بطاطا، خصوصا هاد التويبات اللي هاد الخفاف راه كيتباعوا بالكيلو. انا نقول لكم شتي هاد التوب، هاد الطرف التوب كامل فيه شي متر ونص على شي جوج متر، خديته ب 10 دراهم 10 دراهم. كنتمنى البنات
تستغلوا هذوك الطريفات ديال الكيلو، راه فيهم الخير والبركه. واحد نصيحه اخرى اخواتي اللي بغيت نشارك معكم، هو هاد القريعات اللي كيخوفنا من الماء وكنلفوهم فقط. بالنسبه للخياطات، بالنسبه لهاويه الخياطه اللي كيفصلوا وكيبغيو يفصلوا شي توب مثلا خفيف حرير او هذا كيبقى يزلق لهم في الفصاله، كننصحكم بهذه الفكره. هذه راه فكره جيده، كتعمريهم بهاد الحجيرات او ممكن تعمريهم حتى بالرمل ديال البحر الا مشيتي للبحر، او المهم انتيا والفكره ديالك. هادو كتقلي بهم الثوب، مثلا كتقلي بهم بحال هكا الثوب، اما واقفين اما ناعسين، باش كيشد الثوب بلاصتو وكيخليك تفصلي على خاطرك. انا عندي هاد القريعات، كان عندي هاد الحجيرات ديال الديكوراسيون ديال لي بلانط، واش ندير بهم واش ما ندير بيه، جاتني هاد الفكره ولقيتهم عمليين. كنتمنى ان شاء الله هاد الفكره تفيدكم، وانتم من الان ان شاء الله حتى نكملوا هاد الطبيعه. والطريقه كما كيتبان لكم في الصوره، كنحطوا هاد الطابلي على الثوب، انتما كما تيبان لكم بكل سهوله. انا شوفوا راني شوفوا الطابليه ديال السوق ديال البيع كي دايره، انا غادي نزيد هاد المسافه كلها لحقاش كما قلت لكم انا كنبغي ديك الفواطس دايرين. صافي غادي نطراسي بكل سهوله هنايا، ونزيد انا غادي نزيد حتى نكمل ونقطع، باش نقطع الجيب ونقطع ديك البيي اللي نديرو في الجنب، ونكملو ان شاء الله هاد الطابليه. ومن هاد لا فيديو كنقدم واحد تحيه كبيره كبيره لماما مفتاحه. ماما مفتاحه اللي راه دايره واحد القناه، هي مغربيه في بلجيكا، اللي كتجيها النفس والغيره على المغربيات. كنقدم لها من هاد لا فيديو تحيه كبيره، لانها ديما كتجيها الغيره على المغربيات، كتبغيهم يكونوا ديما انيقات، يتهلاو في روسهم، يتهلاو في كلشي المسائل ديالهم. تحيه لها كبيره. علاش ذكرت الاخت مفتاحه؟ لانها دائما كتوصي المراه المغربيه باش تهلا في راسها، تلبس القفطان البلدي في دارها، تهلا في راسها، تفرق ما بين البيجاما ديال النعاس واللباس ديال البيت. تحيه لك اختي ماما مفتاحه، اختي مفتاحه من بلجيكا، شكرا على النصائح ديالك، انا راه متابعه معاك وكنتمنى ان شاء الله نستافدوا من بعضياتنا. على فكره اختي ممكن ديري الثوب اللي لاق لك، ربما تكوني خيطه شي حاجه ديال الكوزينه ديالك، تقدري ديري نفس الثوب ديال دوك لوازم المطبخ تخيطي بهم الفواطه. وتبارك الله الاخت المغربيه راها ما نحتاجش نقول لها، انا كندوي دائما مع المبتدئات. نكمل معكم البنات هاد الطابليه بعد ما فصلناها كما كتشوفوا. ها هي بلاصه العنق اللي غادي ندير فيه السميطات، انا قطعتها والطول كما سبق لي وقلت لكم، خديت انا فوطه بيضه، فوطه مستعمله في الدار قديمه او جديده او اي طورشون، مهم شي حاجه باش تنشف يديك في المطبخ. باش نكملوا هاد الطابلي او الفواطه او الطابليه او الدرازه او المهم كما بغيتوا تسميوها، كتاخذي واحد الطريف ديال الثوب. انا هنا عندي 27 على 30، انتي تاخذي القياس اللي بغيتي على حسب الجيب اللي بغيتي ديري في الطابليه ديالك. هذا غادي ناخذو يعني على جوج طروفه، غادي نخيطو بحال غادي نخيط شي قشه ديال الوساده، نخيطو منين كله، نخلي غير واحد البليصه صغيره باش نقلبو ونحددو ونلصقو في البلاصه اللي تلاق مني في الفواطه. بالنسبه لهادو الحزامات، كتاخذي فيهم 7 أو 8 ديال السنتيم، ملي كتخيطيهم وتطويهم راه كيجيو، الا خديتي مثلا 8 سنتيم كتولي 4، ملي كتضوبليها على هذا الشكل كتولي 4، خديتي 7 كتولي 3.5. كتاخذي السمطه اللي تكفيك، الحزام اللي يكفيك الفواطه باش تدوريه على النص ديالك، على السمطه ديالك، على الحزام ديالك، وتعقد لك.
بالنسبة لهذا الطري الصغير اللي خديته، هذا هو اللي غادي نديره باش غادي حتى نخيطه. نقول لكم الفكرة، هذا يكون لاصق في الفواطة، غادي نديره على شكل حزام صغير، وغادي نلصقه على شكل بابيون، وفيه غادي نبقاو نلصقو هذاك التورشون ديالنا. بالنسبة لهادو، هادو هما اللي غادي ندير البيي لهاد الفوطة باش تجيني طابلي اسورتي، يعني هذاك التورشون راه ديال هذيك الفواطة، يعني ما بغيتي ديريه ديري، ما بغيتيش ما ديريش. المهم انا عندي الثوب ودايره فواطة كبيرة ما شاء الله، الثوب رخيص زعما، سورتو هاد لامبيرمياب الى لقيتوه راه زوين بزاف الفواطات، كينفعك ما كيدخلكش الماء وسهل في التنظيف ودغيا كينشف. وهذا الشيء كله اختي باش تلبسي القفطان ديالك وتلبسي داكشي اللي بغيتي تلبسيه في دارك وتشقاي ملي تسالي وتحيدي الفواطه ديالك. كنتمنى لك ان شاء الله شهر مبارك وبالصحه والعافيه، وهانتوما معنا ان شاء الله ملي نخيط هاد الطابليه غادي نوريها لكم. ما بغيتش نطول عليكم لا فيديو باش نوريكم الخياطه، والخياطه غادي يجي لا فيديو طويله بزاف، لهذا انا وضحت لكم اللي اش غندير، ومن بعد ما غادي نخيطها ان شاء الله انا معكم. الا كاينه شي حاجه جديده غادي نعاود نبان عندكم. كما تيبان لكم البنات في الصوره، دابا كنطرق هذيك البيي مع الفوطه، كندير البيي. بالنسبه لهاد القنت ملي كتوصلوا دائما في ما توصلي القنت خلي لي برا متكوكه، وعاد تملي الخياطه في النهايه ملي كتبغي تسالي. هانتي شوفوا معايا، شوفوا ركزوا معايا، ملي كنبغيو نسالي ودابا تسالينا البيي راه سالينا، كنقطعوا القياس اللي بقى لنا باش ندورو، وكنديروا على هذا الشكل هذا. نشوفوا هاد التقنيته كنديروا، هانتوما شوفوا ان شاء الله تبان لكم الصوره واضحه، كنديروا بحال باش نحصلوا على واحد لونغل، هاد لو تريونغل. وهنايا غادي ندوزوا الخياطه، هنايا غادي ندوزوا الخياطه، ومن بعد غادي نكملوا كامل هذا، غادي نقلبوا على هذا الشكل، نقلبوا ونكفوه على هذا الشكل، وانتم غادي تشوفوا النهايه. كنتمنى ان شاء الله الصوره تكون واضحه لكم. هانتوما البنات باش توضح لكم الصوره اكثر، هانتوما كما قلت لكم كنجمعوا هاد القناه بجوج وكندوزوا الخياطه هنايا، كنخرجوا ازيرو باش نقطعوا هذا الشيء، غادي نقطعوا هذا الشيء من بعد، هذا الشيء الزوايد غنقطعوهم باش في القناه من بعد ملي كنقلبوا هاد السيرفيات ديالنا او الطورشون كيجينا على هذا الشكل. كنتمنى ان شاء الله تكون الصوره واضحه لكم، كيجينا على هذا الشكل. وكان دابا حيت كنصور بواحد ليد وكنوريكم بواحد ليد، كنخرجوا هاد القنيتات هادو مزيان، وكنمشيو بالخياطه الجناب كاملين حتى كنساليو هاد الفوطه ديالنا. رجعت لكم من جديد اخواتي باش نبين لكم هانتوما باش تفهموا اكثر. كنمشيو نيشان نيشان، دائما هاد القناه كنخليوهم على هاد الشكل، كنخيطو من بعد ما كنكملو كامل الدوره بربعه، كنقطعوا هاد الزوائد هادو كاملين كنقطعوهم، ونعاود نقول لكم باننا كنقلبوا الخدمه لهاد الجهه على هاد لافاس باش نفينيو الخدمه ديالنا. علاش عاودت لكم هاد الشيء؟ غير باش نوضح لكم اكثر لا غير. البنات قبل ما نكملوا الخياطه ديال هاد الفوطه او التورشون، قبل ما نكملوا الفينيسيون ديالو كما سبق لي قلت لكم، غادي نخليو واحد شي شويه باش غادي نخرجوا هذاك الطريف ديال الثوب اللي هو على هذا الشكل اللي غادي نعلقوا فيه. غادي نديروا فيه تقريبا شحال فيه من سنتيم، انا غادي نقول لكم شحال فيه من سنتيم، فيه 16 سنتيم، فيه 16 سنتيم هذا الطريف الصغير، هذا هو اللي غادي نديروا باش نعلقوا فيه. غادي نطويو على جوج على هذا الشكل وندخلوه في هذا، ندخلو في هاد البلاصه هادي اللي خلينا من الداخل، باش ملي نكملو الخياطه غادي يكون عندنا ديك الودينه باش نعلقو الطورشون في الفواطه او الطابليه. هادي بالنسبه لهادي كيفاش غادي نعلقو. بالنسبه للطرف الاخر، نفس الطرف اللي خيطنا وقطعناه،
هذا فيه 40 سنتيم، كتخيطيه بحال شكل حزام وكتقلبيه. انا شفتوني راني قلبته بهذا العود ديال الشوا، وكاينه طرق كثيره ممكن تقلبيه ب كتخلي الخيط طويل هنايا في الجنب وديري ابره غريضه، ومن ديك الابره نيت كتخرجي وكيتقلب بكل سهوله. المهم هذا هو اللي غادي نديرو فيه في الوسط ديالو هذاك التورشون، وغادي نعقدو باش يكون دائما عندنا طورشون لاصق في الطابليه ديالنا. كنتمنى ان شاء الله الفكره تكون وصلتكم. كما كتشوفوا البنات، بالنسبه للفينيسيون ديال القناه باش تجينا مفينيه على هذا الشكل، ملي كنوصلوا للقنت كنخيطوه بهذه الطريقه، كنديروا بحال اون كور، كنخرجوني كناخذوا مثلا واحد سنتيم ولا سنتيم ونص باش نخرجوني شان في الزيرو في هذا القنت، ومن بعد كنقطعوا هذا الزائد وكنقلبوا العمل ديالنا باش كنحصلوا على هذا القنيط هكايا تيكون نقي. من بعد غادي نكفوه هنايا، نكفوه ونكملوا الخياطه. وباش نقرب لك الفكره اختي على هذا الشكل كجينا داك الطورشون او الفوطه اللي غادي نبقاو نشفو فيها يدينا وحنا لابسين هاد الطابليه، وميم طو نلبسو القفيطان ديالنا او اي حاجه بلديه في دارنا ما يوصلنا لا ما لا والو، هنايا غادي نعلقوها في الفواطه. بالنسبه للجيب انا خيطتو درته الصراحه مضوبل حيت الثوب خفيف، كتخيطيه على شكل مربع كامل وكتخلي واحد الفتيحه صغيره باش مناش تقلبي، ومن بعد كتخيطيه ملي كتلصقيه في الطرف الاخر ديال الطابليه كيتخيط نيت او ميم طون هذا معاه. ها انتما كتشوفوا انا ملي كديريه مضوبل كتستفادي ديك الخياطات بزاف، لا ما ديري لا سورجي لا والو. كنتمنى ان شاء الله الصوره تكون واضحه لك، ونكملوا الطابليه ديالنا. دابا قبل ما نخيط الطابليه او الطابليه او الدرازه او الفواطه، غادي دابا خيط لا سيرفييت، خيط الجيب، غادي نخيط هاد السماطي. السماطي كما سبق لي قلت لكم غادي نخيطهم، نطويهم على جوج، وهنايا غادي ندير ديك الضريبه بحال في الحزام، دابا نوريها لكم من بعد. صافي باش نلصقوهم في الطابليه ونكملوها. البنات رجعت معكم باش نوريكم ديك اللي قلت لكم ديال الحزام. من الحزام كنخيطوه بالمقلوب، انا كان دائما كنديرو مع المبتدئات، ومن بعد كنقلبوه، ولكن في النهايه ديالو باش يجينا ديك البلاصه اللي كنعقدو في النهايه كتخلي واحد المسافه قليله مثلا ديال 5 أو 6 أو حتى 10 ديال السنتيم على حساب، وكتجي ما كتبقايش غاديه نيشان، كتوصلي مثلا هكا وكتعوجي كتردي ليبره اللي تسمحوا ليا، كتخشي ليبره فهذا وكتقلبي وكتهزي الصباط وكتدوري الخدمه وتعاودي تحطي الصباط. وبهذه الطريقه انا غادي نديرها معكم، كتخرجي ازيرو باش كتجيك هذيك لا كور بحال الحزام ديال شي كسيوه بحال. كنتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني. بالنسبه للبي اللي غادي ندير هنايا ان شاء الله، هنايا باش غادي نجيبو مع الصدر، هنا غادي نسطا باش ندير البيو، وهداك الشيء اللي بقى غادي نديرو فوق اللي غادي تلوي فوق مورا عنقك. دونك هنايا غادي نكفو، وداك البي اللي درت من التوب ديالو اللي درتو على هذا الشكل اللي من توبو غادي نديرو من هنايا برضو، من هنايا من الاخر ديال الطابليه، من بعد ما نكف حتى هنايا نكفو ونجيبيه نجيبيه نجيبيه غادي بيه حتى ديك الدوره حتى نوصلو لهنايا حدا الراس. هذا بالنسبه للبي والسميطات اللي غادي نشدو ندير داك النوع مورا عنقي. بالنسبه للجيب غتبلاصي في البلاصه اللي بغيتي، انا هذا غادي تحدد هذا الشيء، طويتو كما قلت لكم بحال غتخيطي شي غشوه ديال الوساده وتقلبيه
وتلصقيه مادام الثوب خفيف، وكتكون حتى الفينيسيون كتكون نقيه، شي حاجه نقيه. المهم بلاصيه في البلاصه اللي تريحك في الطبيعه ديالك. بالنسبه للتورشون حتى هو غادي يكون في نفس لالينيومون، نفس السطر. هنايا غادي ندير ديك السميطه الصغيره ونلصقها، باش هنايا غادي نبقى نلصق داك التورشون. والطابليه ديالنا هي على النهايه ديالها ان شاء الله، قربت تسالي. ملي نساليها غادي نوريكم الشكل النهائي ديالها. وكما تيبان لكم في الصوره، من بعد ما لصقناها الجيب ها هو الجيب، لصقيت المكان اللي يناسبك. انا لصقته في الجنب، كنجيو لهنايا كذلك في الجنب كنلصقوا هاد السينتة هادي اللي فيها غادي نعلقوا الطورشون. انتما اخواتي على حسب البلاصه اللي بغيتي انت تحطي فيها داك الطورشون. كما سبق لي قلت لكم عفوا، الفكره هي هذه، هاد الطورشون هذا ديالنا اللي درنا له هاد العلاقه هي اللي غادي نديروها هنايا، هي اللي غادي نخشيو هنايا ونعبدوها، باش دائما غادي يكون عندنا الطورشون في الطابليه ديالنا، فين ما نبغيو نشفو يدينا يكون عندنا بهذا الشكل. من الوقت كنخيط، المهم غير بغيت نوريكم الفكره. على هذا الشكل كيكون الطورشون ديالنا لاصق، وكنعقدوه وكنشفو فيه يدينا. وكنتمنى الفكره ان شاء الله تعجبكم. هاد الفكره علاش؟ باش نلبسو حويجاتنا، نلبسو قفطنا، نلبسو القمايص ديالنا البلديين. دابا شنو اللي كيعكزنا حنايا هو كنفزقو حوايجنا وكيدخلنا الماء في الشقة ديال الكوزينه. كنتمنى هاد الفكره تنال الاعجاب ديالكم، وتخيطوا هاد الفواطه بالذوق ديالكم، وتكون عندكم في المطبخ ديالكم، وبالصحه والراحه. وفي الاخير كنحصلوا على هاد الطابلي اللي ما كتبان كما كتبان لكم في الصوره. هذا الفوق ديالها انا ملي كنديروا هذا مورا العنق اللي كنخشيو في راسنا. بالنسبه للاضافه ديال هاد او زعما الميزه ديال هاد الفواطه، وهو انه الجيب عندنا في اليسار كما كيبان لكم، وهاد اللعيبه اللي درنا هنايا اللي غادي نعلقوا فيها هاد التورشون فقط. هاد الشيء اللي كاين في هاد الفواطه، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتخيطوها على شله. انا راه باقي ما حددتها، كنتمنى ان شاء الله الفكره تكون عجبتكم، باش تلبسوا هاد الفواطه في الكوزينه وتقضيوا صوالحكم وتلبسوا حويجاتكم، وبالخصوص دوك القفاط اللي كيبقاو في البلاكار غير لابساهم غير البلاكار كيغملوا. علاش لا ما نديروش واحد الفواطه تكون امبيرميابل بحال هكايا، ما تدخلناش الماء، وفوطه او طورشون اللي نشفو فيه يدينا، باش حتى الكوزينه ما تبقاش دائما عامره بلي طورشون السيرفيات شي هنا شي هنا، وهذه دائما تكون هذه مرافقه للطابلي ديالي. كنتمنى لك يوم سعيد وحياه سعيده، والى فيديو مقبل ان شاء الله.